تشاو يا كوكو. تصبح على خير. ما تمناه لوحك. تشاو يا كوكو. تشاو حبيبي اشتكيش. يلا سيب العربية يا ماما يلا. تشاو ساوي. يلا خلاص يا ماما خلاص. الفيديو اللي فات للاسف الصوت فيه كان وحش جدا لان في زرار ورا في المايك كده لما بتدوس عليه بالغلط يعني او تنزله بالغلط الزرار دوت بيقلل الصوت ماينس 20 ديسيبل علشان كده كان الصوت كحين قوي. انا اسف على الموضوع ده. النهارده السبت الجو في المانيا قلب شويه يعني المفروض ان هو كان حر درجه حراره توصل 35 36 فالنهارده درجه حراره 24 وبالليل تبقى 18 تقريبا فالواحد بدا ايه فاهم انت يجيله برد وجع رقبه مش عارف ايه. ما علينا النهارده في مشاوير كتير قوي فانا طبعا مش هقدر اوصلها لكم دلوقتي وما اعملش منها حاجه انما اول حاجه هتتعمل دلوقتي انا عندي شغل ساعه برايفت هروح انجزها بسرعه. الشغل خلص او الساعة خلصت فاضل مشواري مشوار صغير الازاز اللي ورا دي معايا في العربية ازاز فاضي يعني ارجعها وناخد عليها فلوس اللي هو زي ما نقول الفند الرهان بتاعها. كده اعتبر خلصت كل المشاوير اللي عليا ما عدا اهم مشوار فيهم اللي هيخلص بس مش هقول لكم عليه دلوقتي. بص هو انت ممكن تحس ان انا رخم شويه بس انا مش رخم ولا حاجه هو المشكله مش عايز افضل اقول انا عايز اشتغل. الفيديو بتاع امبارح انا بحاول يعني عايز انزله النهارده يبقى انا كده ايه نزلت فيديوهين ورا بعض يعني وكده كده انتوا اكيد اتفرجتوا عليه لان ده فيديو جديد. ودلوقتي المشوار الاخير انا طالع على كوبلنز عند حمايه مش علشان العربيه لا ولكن النهارده عيد ميلاد اخت كوكو وعاملين بروجرام جامد قوي كده للاسف انا مش هعمله معاهم كله ولكن جزء منه هعمله فهيبدا ان انا الاول لازم اوصل عندهم عشان كلهم اكيد قاعدين مستنيني وانا واخد معايا البتاع دوت علشان ده مطلوب في الاكتيفيتي اللي هم عايزين يعملوه النهارده. ده منور مني قشطه. في حاجتين اساسيين لازم يتعملوا. الحاجه الاولى لازم احط زيت في الموتور علشان عايز بتاع ربع لتر تقريبا كده زيت كالعاده انا شرحت في الفيديو اللي قبل اللي فات. كده الحاجه الاولى خلصت فاضل حاجه رقم 2 العربيه ما فيهاش بنزين خالص انا متاخر جدا لازم امشي لازم امشي حالا. اوكي فقلت العربيه البنزين عندنا رخص دلوقتي الفتره دي يا رب ما يغلى تاني يعني دي اهم حاجه. دلوقتي بقى نطلع على حمايه المشوار تقريبا هياخد ساعه وربع كتير قوي ان شاء الله باذن الله. بصراحه عربيه جولف من الاخر عربيه جولف من الاخر. الحمد لله انا وصلت بعد الطريق طويل. تعرفوا منين انا وصلت؟ ازيك يا جوك؟ يا جوك Wo parke ich? Entweder hier oder am Friedhof. Ich glaube aber beim Friedhof, weil die Okay, wo ist Friedhof? Geradeaus. Guck mal, عشان نروح نركن يعني. انا جيت من هنا والدنيا مطرت ومفروض ان احنا يعني اول حاجه نعملها Ich habe schon unser Zelt aufgebaut. المفروض ان احنا هنشوي بره. الدنيا بص اصلا. يلا. Jetzt hier rein. Okay, ماشي يلا. حاضر يا عسى. يلا. حاضر يا مام. يلا. حاضر يا بنت فاتت اوف مش المفروض احنا ركننا العربيه هنا وحوادث البي ام دبليو هنا في المانيا زادت قوي يعني البي ام بتتركن في مكان زي كده صحراء بعيد المفروض احنا في الارض اللي عندهم يعني جنب المقابر فبتيجي عربيه مثلا ايه بص كده او فان مثلا مقفوله ينزل منها اتنين تلاتة معاهم مفكات وبتاع زي ما عملت انا ومهيب كده يخلقوا بقى النافي والتسجيل والدركسيون والكاوتشات ويتبقى لك العربيه تقريبا صاج بس كل نص ساعه حاجه تطمن عليها. اوبس عليه شونج باوت هنخيم يعني النهارده ليه هاتنس فون ده كان فندق. وملخص بقى المشوار الاخير ده النهارده عيد ميلاد اخت كوكو عاملينه هنا في الارض بتاعتهم اللي هم اللي فيها زرع ديت انا طبعا صورتها مليون مره فهم عاملين فكره ان هم يخيموا فعاملين خيم كده اللي هي الخيم القماش يعني عاملين يعملوا كامبنج يعني دي الخيمه بتاعتنا وكده لحد بكره الصبح بس انا مش قاعد لحد بكره الصبح لازم امشي بالليل علشان عندي بكره شغل فهيبقى في شوي النهارده
نقعد نتكلم شويه، نسمع اغاني، مش عارف ايه، فهي بتبقى عائليه شويه. بس قبل ما اتنقل على المشهد اللي بعده، انا عايز اقول لكم ان ده كل ده كوسه، والورق ده الورق اللي بتبقى في اخر الكوسايه الكوسه. الورق دوت كوكو اختها بيعملوا كلاقيتي، بيجيبوه يعملوه زي البانيه، يحطوا عليه في بيض وبيضه بقسماط ومش عارف ايه، يتحمر بيبقى كده ايه، عليه طبقه بانيه كده من بره كروست كده، بيبقى طعمه حلو قوي. انا ما بحبوش عشان ما بحبش الكوسه اصلا، ولكن هم بيعملوه. مش مطمن بصراحه الموضوع العربيه انها بعيد قوي كده، العربيه المفروض انها في اخر الطريق ده شمال، فعلشان كده الدنيا بتمطر اصلا وانا خايف تتسرق. فانا هعمل ايه، المكان ده فاضي، اجيبها ادخلها كده عشان انا موسوس من الاخر. بيبي ما شاء الله عسل. كده تبقى صاحبي وحبيبي وكفاءه. عملت واحدة بس، الموضوع متعب. خيبة كلهم عملوه. هذه واحد، اثنين، ثلاثة، دي اللي بيناموا عليها، دي كمان، وهنا يعتبر الأكل والحاجة كلها جوه. نروح مكان فيها؟ أروح مع الحاج توني ننفخ آخر مرتبة، علشان إيه؟ أنا حتى نص ساعة أعمل كده تقريبا مفيش حاجة دخلت فيها يعني، فممكن نقعد لبكرة ننفخ فيها. هو عنده كومبريسور في البيت، نديها تك تتعمل في الثانية. احسن حاجه في حمايه ان عربيته دايما بجد نظيفه يعني دايما. زي الفل. درجه الحراره 30 ونزلت امطار، عماله تمطر من بدري. بص حظها وحش، حظها وحش وقت كوكو. احنا هناكل دلوقتي بعد الاكل، فيه قاعده شويه كده للي بعد كده اطلع على فرانكفورت تاني. ودي احسن حاجه في المكان اللي احنا فيه، الانتخه. ماشي عسل، خلاص شكرا. شكرا يام، شكرا. طبعا عشان ما ناخدش كوبي رايت على الموسيقى اللي شغاله ديت، بتاع معمول بالشبكه من فوق علشان اللي نايم ما يجيش في ناموس كوكو عمال يرجعني. خلاص يا حاج، خلاص ياما، خلاص. بصوا الاختراع ده بقى، المفروض ده في الاخر بيصبح عيش، خازوق عيش كده، ممكن تحطي مثلا قطعه سوسيس فيه ولا حاجه، قطعه سجق، حاجه جامده يعني. ده البرودكت النهائي. يا ايش موسى اخو عيش عادي، عجينه العيش الشامي كده. ماما يا حاجه كده، انا عايز اروح. كوك ما مش كده، متفاجئ مدخل الملكه. تشاو كوك، تشاو تشبع لخيا. انت من اهله حاجة. اوكي، جه الوقت الرحيل ليا. بس الاول ايه، هطلع لبيت الحاج توني. ليه بقى؟ علشان المزرعه دي ما فيهاش حمام، وانا مش هينفع اسوق ساعه ونص من غير ما اخش الحمام. مش هينفع. تشاو يا كوكي. تشاو حبيبي. تشاو، يلا سيب العربيه يا ماما، يلا. تشاو قوي، يلا خلاص يا ماما، خلاص. ده عربيه الحاج توني اللي قدام دي، ماشي وراه طبعا علشان انا ما اعرفش العنوان لوحدي. طبعا اكيد يعني هضرب واحد قهوه قبل ما امشي، علشان ايه الواحد ما ينامش وهو ماشي في الطريق اصلا. بس المشكله ما عندهمش كافي تو جول، سموها ايه، الورق ديت، عشان الكوبايه اخدها معايا وانا في العربيه، فهضطر اشربه هنا بعد كده امشي. التقديره دي انا هطلع على فرانكفورت. اعتبر كده الفيديو بتاع النهارده. اخ انا وصلت البيت. Pull up on the block in a big Corvette, yeah. Ride around the city.